أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عدد من العناوين التي فرضها هذا الأسبوع: العنوان الأول محاكمة الرأي. المئات من المحكومين والمعتقلين لم يقوموا بشيء سوى التعبير عن رأيهم. نعم، رأيهم مخالف إلى السلطة، هذه هي معنى حرية التعبير. الرأي الموافق للسلطة لا يحتاج أن توضع إلى مواثيق دولية لحمايته، ولا يحتاج أن توضع إلى أطر لضمان ممارسته، ولا أحد يتحدث عنه. كل الكلام عن موضوع حرية التعبير هو الرأي الذي يخالف السلطات، كيف يكون هذا الرأي مسموح له بالتعبير عن نفسه عبر الوسائل السلمية: التجمع، القول، الكتابة. وهذه المشكلة قديمة قدم الزمان، من إجت فكرة الآن التنظيم الدولي الجديد في الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حط المادة 19 من أجل ضمان حرية التعبير، ثم توالت المواثيق والمعاهدات والاجتماعات واللقاءات الدولية من أجل أن تقول بأنه من حق الإنسان أن يعتقد بمعتقد معين سياسي أو فكري، والمجاهرة بهذا المعتقد ولا يجوز اعتقاله أو تعذيبه أو إجباره على تغيير معتقده ما دام يعبر عن هذا المعتقد بطريقة سلمية. الإخوة الأحبة، رموزنا أستاذ عبد الوهاب، أستاذ حسن إبراهيم شريف، المجموعة 13 وغيرهم عبروا عن رأيهم في أن البحرين ليست بحاجة إلى نظام ملكي، لأنهم وجدوا بحسب قناعتهم بأن الملكية لم ينتج منها إلا الفساد، فقالوا نريد جمهورية. هذا حرية رأي، تعبير رأي. هذا الرأي موجود في بريطانيا ولا يحاكم عليه أحد ولا يحاسب عليه أحد، وموجود في إسبانيا وموجود في كل الدول، الملكيات الديمقراطية العريقة الحقيقية موجود هذا الرأي. سامعين أحد اعتقلوه في بريطانيا لأنه يطالب بإنهاء الملكية؟ ما في أحد. هم بالمئات، ممكن بالملايين أيضا في الشعب البريطاني. سوون استفتاء في كندا، يبون الملكية لما يبون الملكية، في استراليا يبون الملكية لما يبون الملكية، وتروح لهم الملكة زيارة قبل الاستفتاء، ما يبون الملكية تروح الملكة وانتهى الموضوع. اسمها حرية رأي، حرية تعبير. بالأمس كانت في محاكمة للدكتور سعيد السماهيجي، لا أعتقد بأنه محاكمتها لأنه رمى مولوتوف ولا قطع شارع ولا قام بعمل، وقال وجهة نظر بطريقة سلمية. الفكرة الثانية في هذا الموضوع وجود ما يسمى بالقوانين المحلية لمعاقبة الرأي، لا يخرج هذا عن أنه قمع لحرية التعبير. يعني أنت ما تستطيع أن تخالف المواثيق الدولية، الاتفاقات، الرأي السائد اليوم في عالم اليوم في فهمه إلى الحياة وكيفية تنظيمها، وتجيب قانون وتقول ممنوع التظاهر في العاصمة. هذا ما صار الآن، أنت وضعت قانون حقيقي، أنت وضعت اضطهاد، وضعت اضطهاد. عندما تعتقل الناس وتحاكمهم، حتى الله لو يتكلمون عليه ما تحاكمهم، وتحاكمهم لأنهم يتكلمون على فرد، الله ما تحاكمهم عليه، ما يخرج هذا عن أنه اضطهاد سياسي؟ ما يخرج هذه الممارسات عن كونها اضطهاد سياسي؟ أنك أطرتها بأطر سميتها قانونية، وهي عبارة عن إرادة لا تمثل إرادة الشعب، سواء عن طريق مجالس صورية أو عن طريق أوامر عليا، ما خرجت. ولذا عندما تجي الأمم المتحدة وتقول هؤلاء 13 وغيرهم اضطهاد سياسي، معتقلي رأي، نبيل رجب معتقل رأي، تروح الدولة تقول بس احنا هذا اللي حاكمناهم وفقا للقانون الفلاني، يقول لهم القانون الفلاني ما له اعتبار عندنا. ما يجي بسيوني ويقول لهم هذه المادة فلانية والفلانية والفلانية شيلوها، الاتهامات المتعلقة بحرية التعبير شيلوها، يقول هاي في قانون مالنا، يقول القانون مالكم ما له قيمة لأنه مخالف إلى المواثيق والأعراف والاتفاقات الدولية اللي البحرين ملزمة فيها وأي دولة من دول العالم ملزمة فيها. ما يصير تقنن على هواك الظلم ومصادرة حرية التعبير ومصادرة الإرادة الشعبية، ما يمكن تقنينها واسمها قانون، تصبح قانون غير محترم في وجهة نظر العالم،
لأنه مخالف إلى روح القانون والهدف الأساسي من صدور هذا القانون. كل التضامن مع معتقلي الرأي، العالم معكم، شعبكم معكم، وأنتم كما كان نيلسون مانديلا وسائر معتقلي الضمير والرأي في العالم الذين انتصروا على سجانيهم في يوم من الأيام. هذه ضريبة الكلمة، وهذه ضريبة الموقف، والنصر بإذن الله سبحانه وتعالى لكم. النقطة الثانية، تكرار الاعتداء على مقام الصحابي صعصعة ابن صوحان، هذا المقام المنسوب إلى هذا الصحابي والذي يعود إلى قرابة 1300 سنة، وهنا تنشأ عقدة بين السلطة وبين هذه المقامات، التي تقول هذه المقامات عبر مقام صعصعة بن صوحان ومقام تحته مهمل متروك في البحر من أجل أن يندثر، مقام الشيخ إبراهيم الأشتر ينسب إلى إبراهيم بن الشيخ الأشتر بن مالك الأشتر، ومقام الأمير زيد أحد أبناء صعصعة بن صوحان، ومقام الشيخ خيثم ليعود إلى القرن الرابع الهجري والخامس الهجري، ومقام السيد هاشم التوبلاني في القرن السابع الهجري، ومسجد الخميس ثاني مساجد الإسلام، أول مسجد في البحرين، البحرين القديمة يبدو يعني بما فيها هجر، وغيرها من علامات بارزة لمواقع ورجال يشكلون أجدادنا آباءنا إحنا، هذا لين أجدادنا، هذا لين آباءنا. كانوا يعيشون هنا قبل آلاف السنين، وسيستمر أبناؤهم في العيش هنا. مقام صعصعة بن صوحان ومقام الشيخ إبراهيم مثال على عدم حماية المقامات الشيعية والسماح للمتعصبين بالعبث بها وإهانتها تحت نظر السلطة. مكان موجود، وحتى ما تصير لنا مشاكل الشيعة لا ما يذهبون هناك إلى قيام بحمايته ولا إلى عمل شيء، لأنه في منطقة الآن هي منطقة شيعية تاريخيا، الآن أصبحت منطقة يسكنها أحبتنا من السنة، حتى ما نخلق لنا مشاكل حماية المقام من واجب السلطة. المقام يعبث به الآن أكثر من 3 سنوات بدون توقف، والسلطة لا تحرك ساكن. سمعتون أن أحد اعتقل لأنه عبث بمقام وهو مسجد، مقام مسجد. سمعتون أن أحد اعتقل دون أحد قدم لمحاكمة؟ ليش أبناء الدية يعتقلون خلال 6 ساعات ويعترفون بأنهم فجروا مركز التجارة العالمي وفجروا أنفاق لندن واشتركوا في غاز السارين في طوكيو؟ اعترفوا بعد، الاعتراف سيد الأدلة، بعد أزم الاعتراف ما تبى، جتهم صحوة الضمير واعترفوا أولاد السميع أولاد المشيمع أنهم اشتركوا في تفجير أبراج نيويورك، الاعتراف سيد الأدلة. أما هؤلاء الذين يعبثون في المساجد ويعبثون في هذه المقامات فلا نسمع. ستبقى هذه المقامات، النتيجة النهائية ستبقى هذه المقامات وما تمثله، وسيذهب من يحمل الحقد والعداء والضغينة لها. سنة الله في الأرض. وقف حسين كامل في جبروت، في جبروته في تلك الأيام، حسين كامل صهر صدام حسين، وخاطب بجهالته الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام قائلا له أنا حسين وأنت حسين، نشوف منه، وأمر بإطلاق القذائف على قبة الإمام الحسين. شو بقى من عنده؟ في آثار، إذا تروحون هناك إلى مقام الإمام الحسين في مكانات مختلفة مبقين آثار الرصاص. وين حسين كامل؟ وين صدام حسين؟ وين لو يتفرعن واحد أكثر منهم مليون مرة؟ مع مو الأطفال، مو الأقزام، لو يتفرعن واحد مليون مرة، أضرب صدام حسين في مليون مرة، سيذهب ويبقى الحسين.
هاي المقامات تذهب تبقى، ويذهب من في قلبه الضغينة والحقد لها. صرخة السجون، الأحبة في المعتقل عندهم برنامج لتسليط الضوء على ظلاماتهم وظلامات شعبهم جزاهم الله خير، وهم في الداخل يعايشون مطالبهم ويعايشون شعبهم. واليوم عندهم أو أمس اليوم بمناسبة سقوط أول ضحايا التعذيب في ربيع البحرين الشهيد حسن جاسم، سمين هذا اليوم كذي صرخة ضمير وتسليط الضوء على ممارسة التعذيب. التعذيب موجود بوجود الأنظمة، التعذيب موجود بوجود الأنظمة غير الديمقراطية. وإذا تروحون بعض المتاحف العالمية توثق إلى ظواهر التعذيب التي تصالحت الآن مع تاريخها، توثق ظواهر التعذيب من آلاف السنين أو مئات السنين على الأقل. في البحرين أنكر النظام باستمرار وجود موضوع التعذيب، ولكن أجساد الضحايا ولو فقط وقفنا منذ الاستقلال تتساقط منذ السبعينات حتى الآن، شاهد على عدم صدق النظام في دعواه عدم ممارسة التعذيب. واستمر في هذا الإنكار في انتفاضة الكرامة في التسعينات، وخرج جسد الشهيد سعيد الإسكافي 17 سنة بعد أقل من 48 ساعة من اعتقاله تحت نفس الكذبة المعتادة فشل كلوي، وخرج بعد قرابة 24 ساعة من اعتقاله السيد علي السيد أمين شاب عمره 21 سنة، وخرج نوح آل نوح وهو في العشرينات من عمره بعد أيام قليلة من اعتقاله، خرجوا يحملون آثار التعذيب على أجسادهم. ولم تكن هذه الأجساد الوحيدة التي سجل عليها ودون عليها التعذيب الممنهج، قبلهم الشهيد جميل العلي في الثمانينات، وعشرات المواطنين الذين دخلوا للمعتقل. بحيث أن أنت تنكر هذا الشعب، يعني أكثر من نصفه يا شاف التعذيب مباشرة في جسده عذبته، يا عذبت واحد من أقربائه. تنكر على منه، تحاول على منه. أوصي واحد من الأحبة رايح مشهد، قلت له لا تنسى المعتقلين من الدعاء، قال لا توصي النوحة على البجاء. فهذا الشعب قد عانى من السياط من عشرات السنين، محاولة اللف عليه وين. في التسعينات في سنة 1998 تحت بعض الضغوطات الدولية ومنها قرار البرلمان الأوروبي، اضطر النظام إلى التوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب. مكره، ما يحب يوقع على هذه الاتفاقيات، بس هي المحاصرة. الاتفاق الثلاثي ما يحب يوقع اتفاق ثلاثي، ما يبى يعود مفصولين، ما يبى يعود مساجد ولا يبني مساجد، بس هي الضرورات التي تكرهه على ذلك. وقع الحكم على اتفاقية مناهضة التعذيب في 98، وتحفظ على المادة 1 وعلى المادة 20. مادة 20 تتعلق بمحاولة هذه الاتفاقية أنه تفتح باب إلى التحقق من التعذيب ومحاكمة من يقوم بالتعذيب أو تثبيت هذا التعذيب، واضطر بعد سنة واحدة إلى رفع هذا التحفظ تحت ضغط دولي آخر. النظام هكذا سياسته، لما يشوف روحه محاصر يروح يقول أنا بسوي مثل ما قال لهم، بخلي محقق التعذيب يجي البحرين حتى يمرر المناقشات مالت جنيف قبل سنتين، مالت المراجعة الشاملة وهكذا. تذكرون تعهدات البحرين قبل 5 سنوات 6 سنوات؟ كان في تعهدات ب 1 2 3 4 5 6 7، يمكن 20 تعهد، بس حتى لا يكون في قرارات إدانة، ثم يعمل على المراوغة على هذه التعهدات.
والالتفاف عليها، ومنها تقرير بسيوني، ومنها تقرير جنيف، ومنها ومنها ومنها. أصبح هذا الموضوع مكشوف لدى العالم بأكمله، هذا السلوك أصبح مكشوف. عاد الحكم لممارسة التعذيب سنة 2007 بعد توقف في سنة 2001 وما بعدها، وجاء تقرير موسع إلى منظمة Human Rights Watch تحت عنوان عودة التعذيب. التعذيب كان موجود موثق، تم التوقف عنه فترة معينة، 2007 عودة التعذيب على قضايا هامشية وبسيطة. في بداية ربيع البحرين أنكر النظام وجود التعذيب، ولكن أجساد الضحايا حسن جاسم والعشيري الذي ادعى النظام أنهما توفيا نتيجة للسكلر، والشهيد فخراوي الذي توفي وفقا إلى دعوى النظام إلى فشل كلوي، وعلي صقر لأنه قاوم الشرطة، وغيره من ضحايا التعذيب، وخرجت أجسادهم تحمل آثار الوحشية غير التي ليس لها مثيل، آثار الوحشية والهمجية والبعد عن الإنسانية. وثبت ذلك تقرير بسيوني مع إضافة مئات الحالات التي وثقها السيد بسيوني وتأكد من صحتها، وطالب بفتح تحقيق في كل حالة من هذه الحالات، ومعاقبة من قام بذلك، ومعاقبة من أمر وفقا إلى سلسلة المسؤوليات. لا زال الإنكار الرسمي على حاله، ولا زالت التقارير تخرج على أجساد الضحايا وعلى ألسنتهم، وبتوثيق المجتمع الدولي من استمرار التعذيب الممنهج في سجون البحرين. وما منع المقرر الخاص بالتعذيب من زيارة البحرين إلا لإخفاء جريمة التعذيب. أما الادعاء بأن هذا يؤثر على الحوار فهي نكتة بايخة سمجة أو غيره من الدعاوي. ليس هناك من سبب لمنع مقرر التعذيب سوى محاولة إخفاء جريمة التعذيب المستمرة. الحضور الشعبي الدائم. يحاول النظام تغيير الحقائق الموجودة على الأرض، ويصرف في ذلك ملايين إذا لم يصل إلى مليارات على مدى 3 سنوات الماضية، ملايين سنويا تصرف من أجل تغيير الحقائق، تغيير حقيقة إن هنا شعب يطالب بالديمقراطية، فتصرف مئات الملايين من أموالنا العامة من أجل أن يقال هنا حركة إرهابية نحن نقاومها، ويهدم دوار اللولا حتى في عقلية حتى نزيل هذا الأثر. وهذا حدث تحت مشاهدة ومراقبة وسائل الإعلام العالمية، وتسجل وانتهى الموضوع. هدمت الدوار، بقيت الدوار ما بيطلع. في شعب خرج بأكثر من الغالبية العظمى من شعب البحرين خرجت لتطالب بالتحول إلى الديمقراطية، بمعنىها لا توافق على طبيعة الوضع القائم، تريد أن تغير هذا الوضع القائم إلى وضع يحترم إرادتها، إلى وضع يحترم إنسانيتها، يحقق حقوقها، يجري حقوقها على الأرض. يحاول النظام تغيير هذه الحقائق من وجود الحراك الشعبي الواسع المطالب بالتحول إلى الديمقراطية ومن سلميته ومن استمراره بوسائل مختلفة. سوي وسائل مختلفة، يعني إذا واحد مشى على رجوع على إيده مثلا من هاي الأسطوانة لهاي الأسطوانة ينسوي له مهرجان، لأن هذا المهرجان يحاول يغطي على حقائق التي تجري على الأرض. واحد قال لي واحد يمشي. الحضور الشعبي على الأرض
أحد الوسائل الهامة في تثبيت الحقيقة وإبراز مطالب الشعب بالديمقراطية وسلمية هذا الشعب. نحن لا نعارض وجود الفعاليات الرياضية ولا الفعاليات الاقتصادية، ولكننا نعارض أن تخفى جراحنا ودماؤنا وآلامنا وطموحاتنا تحت أي مبرر من المبررات. لذلك نتظاهر في كل وقت وفي كل مناسبة متمسكين بحقنا الإنساني في التظاهر والتجمع السلمي والتعبير عن الرأي. في مثل هذه الظرف يزداد أهمية الحضور الشعبي. يعني لما تكون في تغييرات دستورية تريد أن تلتف على الإرادة الشعبية، يصير الحضور الشعبي واجب وطني وإنساني وأخلاقي. لما في أحد يوصمنا بأن نحن الشرذمة، يكون الحضور في 9 مارس واجب إنساني وأخلاقي ووطني. لما يراد أن يقال بأن البحرين شعبها موافق على الاضطهاد والعبودية وأن ما في شيء وأن هذه الأمور قاعدة تمشي بشكل طبيعي رياضي أو اقتصادي، يكون الحضور واجب وطني وإنساني لإثبات أن هنا شعب يطالب بالحرية، يطالب بالديمقراطية، وأنه لن يتوقف. هذه أهمية المشاركة في هذه التجمعات الشعبية اليوم وغدا وبعد غد حتى يأذن الله سبحانه وتعالى. الدرك الأردني، الدرك الباكستاني، قوات درع الجزيرة، المشاركة بأفراد من العراق، من سوريا، من غيرها في قوات الأمن، وإيش ربط هذا بالوطنية؟ رمتني بذائها وانسلت. كل ما تجي فكرة المعارضة تطالب بالديمقراطية قالوا عمالة للخارج، وهو شعب أعزل يحمل علم البحرين ويطلع يطالب بحقوقه البسيطة العادلة الإنسانية. زين درك الأردني ايش دخل بالوطنية؟ درع الجزيرة ايش دخلها بالوطنية؟ باكستانيين ايش دخلهم بالوطنية؟ وين عنوان الوطنية؟ مو هذا نحرته من الوريد للوريد؟ ولكن المفاهيم المقلوبة التي تحاول أن تفرض على الأرض ولن تفرض، فالعالم والشعب أوعى من ذلك. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن فكرة الصلاة واحة للراحة النفسية، نماذج من هذا المعنى. النموذج الأول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الله الصلاة الله صل على محمد وآل محمد، الله صل على محمد وآل محمد. فبعد مقولته قرة عيني في الصلاة، له عبارة مشهورة تتردد في أكثر من مرة عندما يأتي وقت الصلاة، يردد على بلال: رحنا يا بلال، أرحنا، راحة، مكان راحة بالنسبة لرسول الله، بالنسبة لهذا القلب والعقل والروح التي تحمل هموم الإنسانية منذ بعثته حتى يوم القيامة. شو مضجرنك يا رسول الله؟ قال: والله شاهدت القرود تنزو على، وحامل هم القرود وحامل هم دماء أمته وحامل مصايبه، ويجي يتكلم عنها وقلبه يقطر دمه. وايش بصير بعد هالقد سنه؟ بصيرون كذي، وهو مسكين يتالم. بعد هالقد سنه بنصير كذي؟ ما قصرت انت، اديت اللي عليك، انت ما قصرت. بعد في رب العالمين، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. بس هذا القلب وين يرتاح؟ قل له: ارحنا يا بلال، ارحنا يا بلال. هذه مالت الظهر، مالت صبح، مالت عصر، بقيه تقوم أدنى من ثلثي الليل، ما وجبنا عليك هالقد، لا، في قدر واجب عليك، البقية مو واجب عليك، ولكنه أنس. مو هني واجب، هذا المعنى اللي نحاول نتحسسه، هذا المعنى، حالة الأنس والراحة التي
توجدها هذه الفريضة وهذا الغداء والعطاء الإلهي، ولكن بسبب انشغالاتنا وعدم يعني نضج، عدم تبلور، عدم صحة أوضاعنا النفسية ما نتعاطى معه، ولكن نحاول من خلال سيرة هؤلاء لعل الله سبحانه وتعالى يفتح لنا بابا. أنسه في الليل عليه أفضل الصلاة والسلام. نأتي إلى أخيه علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، يستوحش من ظهور النهار. شي سوى علي بن أبي طالب؟ مو كافلنا البيت بعد، يطلع في الجبانة، مو كافلنا البيت، ويقوم كما يقوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في راحة وفي انقطاع تتداخل مع بعضها البعض. فإذا أرادوا أن ينزعوا سهام علي بن أبي طالب يجون له وقت الصلاة، حتى ما يشعر فيهم يجون له وقت الصلاة. هذا هي وقت انقطاع، وقت عروج روحه، العروج الكامل لله سبحانه وتعالى. كنا وردت علينا هذا النوع من الأحاديث أنه الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام قال أمهلونا سواد هذه الليلة، إني أحب أن أتودع من كتاب الله ومن الصلاة. سلام الله عليه، والمعسكر والجيش والعطش والأزمة والكذا، وإيش يحب؟ كتاب الله وحب يصلي. شوفوا مشهد احنا دائما نرده، ولكن ما نقف مع هاي الفكرة من الموقف. نرد في عظمة زينب عليها أفضل الصلاة والسلام، إنها قامت صلاة الليل، ما قدرت توقف بسبب ضعف الجسد من المصيبة، ولكنها أدت صلاة الليل. مو كذي نقول؟ نقول ليش أدت صلاة الليل؟ لأن في صلاة الليل راحة لقلب زينب. لما تروح توقف عند الله سبحانه وتعالى، تحط وجهها بوجه الله وتنقطع عليه، تنسى ألم كربلاء الظهر، ألم العصر، تشريد الأطفال. شوفوا هاللحظة من الانقطاع، شوفوا معنى الراحة اللي فعلا الله سبحانه وتعالى يوجد إليه. الحسين عليه قبله، الحسين قبله، وقبلهم علي بن أبي طالب. إذا وقفنا في ليلة الهرير قال له ويش أنت واقف يصلي هذيك الحزة، ليلة من أشد ليالي الحروب العربية التي دارت، هو واقف يصلي. والحسين يوم العاشر حزة الأذان قالوا ليه صار وقت الأذان؟ قال رحم الله والديك، ذكرتنا بالصلاة، وقف يصلي. وتساقط من حوله عدد من أصحابه يحمون فيه. وهذه زينب عليها أفضل الصلاة والسلام. ولما تجبر هارون الرشيد وأتباعه وسجنوا الإمام موسى الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، قال يا رب كم أنا دعوتك أنك تفرغني للعبادة. فكان في بعض أجزاء الصلاة، في بعض أجزاء صلاته وهي السجود، يسجد من طلوع الشمس يقولون إلى قريب الظهر أو الظهر، يجون السجانين يقولون هذا مات وهو منقطع إلى الله سبحانه وتعالى. شو ليش احنا هالخمس دقائق هذه نحاول نفر من عندها؟ وهي راحة الروح، هي راحة الروح. وهذه سيرتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا ممن يستفيد مما تركت من أوامر ونواهي ومن عطايا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، وارزق أهله من الثمرات، ألف بين قلوبهم، اجمعهم على الخير والهدى والمحبة. اللهم ارحم شهدانا الأبرار، شافي جرحانا، فرج عن معتقلينا، أعد سالمين مهاجرين. اللهم انصر الخير والحق وأهله. غفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.